هذا ما علم الكلام نفسه، هذا ما علم. لا هذا ليس علم الكلام يا أخي، هلا أعوذ بالله من ذلك. لا لا يعني هذا علم القرآن. هاي علم القرآن أيوة، لكن علم، لا علم الكلام يا علم الكلام أخي عزك الله بطاعتي وإيانا، علم الكلام مبني على أول شيء النظر ليس الفطرة. لابد كما تعرف أخي بعض الأشاعرة وغيرهم يقول لك المعتزلة، المعتزلي يقول لك أبو هاشم الهذيلي يقول بأن الإنسان، أنا عندي كتاب، أعطيني هذا الكتاب، فين الأخ هذا؟ شوف هذا الكتاب الأخ ما شاء الله دكتور، هذا اسمه حسام بن مسعود أبو الفداء، هذا بالعربي عنده بالإنجليزي كذلك، هذا ما شاء الله يذكر أشياء ما شاء عن علم الكلام وتحديد من الفلسفة، هو شخصيا درس الفلسفة. نعم، لكن علم الكلام يا أخي إيش هي؟ أولا لابد النظر، لذلك بعد أقول لك العامي مقلد في إيمانه لأنه ليس تقبل الفطرة. أنا أقول لك لا، علم الكلام يقول لك لا، لابد النظر أولا، تنظر في ملكوت الله لكي تؤمن بالله أولا. نحن نقول لا، إيمان بالله فطري، مفطور الإنسان بإيمان بالله جل وعلا، لكن كيف تنظر إلى تنظر بالأعراض والحوادث؟ طيب هذه كلها ليس من القرآن والسنة بارك الله فيك. علم الكلام إمام الشافعي إيش يقول؟ إمام الشافعي إيش يقول؟ يقول أحسن للمسلم أن يدخل، معنى كلامه يفعل أي ذنب إلا الشرك ولا إيش؟ علم الكلام. السلف حذروا منه. ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله على رد العقول بالمنقول إيه دار تعاون العقل والنقل أو رد، نعم النقل، تقديم العقل على النقل والنقل. إيه نعم، رد على فخر الدين الرازي. نعم ردا على فخر الدين. هذا يعني ما يعتبر كلام ابن تيمية وشرح ابن تيمية واللوجيك، ما يعتبر علم في الكلام؟ لا أخي، هذا كما يقال الشخص يرد على الداروينيين بألفاظهم فيقول هذا دارويني، ما قلوا دارويني بارك الله فيك، هو يرد عليهم بكلامهم ليبين تناقضهم. فمثلا الآن إذا أردت أنا أن أرد على if I want to refute Darwinian evolutionist or Darwinian those who believe in Darwinian evolution, if I want to go in details I'm going to mention some of their terminologies. Doesn't mean I accept it. Some of it maybe I accept it. I say look, we accept this part but we reject that part for the sake of argument by the way, yeah? Understand? So Ibn Taymiyyah using their terms doesn't mean he's a philosopher himself. No, he was unguessed completely, you know. He said that they have some truth. We're not going to negate that. Ibn Qayyim said that. However, the truth in the Quran is more clearer, it's more eloquent, it's more powerful. So we are not in need of it. علم الكلام ما دخل على قوم إلا دمرهم أخي. علم الكلام ما بني على إيش؟ على نفث أسماء الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، يعني مثلا ابن تيمية يقول النقل الصحيح لا يعارض ابدا العقل الصريح. يا طيب هذا نعم، هذه ما في مشكله. فاستخدام العقل الصريح لتقييم النقل الصحيح هذا ما في شيء. انا ما لكن هذا ليس فلسفه. لا هذا ليس فلسفه. الله يقول افلا يعقلون افلا يتدبرون، هذه ليس فلسفه اخي. الفلسفه لابد تتكلم عن الفلسفه اللي هي الاغريقيه والاشياء. لا لا ما اتكلم عنها، ولا علم الكلام اللي يقول لك انت روح اترك المنقول واذهب لعقلك، لا هذا خطا. لا حتى استخدام العقل لاستنقاء النقل، لاستنقاء هذا لتصحيح وتحسين وتضعيف النقل، هذا هو استخدام. كيف يا اخي ما فهمتك الان؟ العقل انا لما اقول ان هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث وادرس السند الحديث كله كامل، هذا استخدام للعقل يعني. لكن هذا شروط، ما تستخدم عقلك هكذا، لان الشخص صحيح. يقول لك لا شروط هذا، لكن الشروط عفوا الشروط هذه مبنيه على القران والسنه. صحيح، فانت ترجع الى النقل لكي تحكم مره اخرى. صحيح، فالنقل هو، لكن تستعمل عقلك، احنا نقول الذي يستعمل عقله استقلالا اي يستقل بعقله على النقل. يقول انا هذا مثلا كما تعرف اظن اخي بارك الله فيك، بعض الناس يرد حديث موسى عليه الصلاه والسلام عندما لطم الملك في صحيح البخاري، يقول لك انا عقلي لا يقبل هذا الكلام. لا هذا فهمت؟ اي نعم، انا بارك الله فيك، احنا نتكلم على النقل الصحيح. اي نعم، لان ليش؟ النقل هو الحاكم والعقل هو الشاهد، فهمت؟ فالحاكم القاضي ربما يحتاج الى النقل ولا يحتاج الى النقل، هو فهمت؟ القاضي، فالقاضي هو القرآن بارك الله فيك والسنة، هذا الإمام مالك ذكره وابن تيمية ذكره. وكذلك النقل مثل الشخص أنا مثلا تقول لي أريد عالم، فأقول لك هذا الرجل عالم، فأنت تذهب إلى العالم، فليس معنى بأن إذا أنا أرشدتك إلى العالم فأصبح أنا هو المعيار لكي أقول لك هذا العالم كذا أو كذا، فهمت؟ أنا أرشدتك لكن العالم هو المعيار الآن.
نعم نعم وافقت؟ ايه نعم العالم والمعيار اللي عنده علم وهذه الاشياء. الفلسة اخي لكن انصحك اخي الكريم اقرا هذا الكتاب كشف المبين لما في نفوس المستكبرين، دراسة علم النفس في علم النفس المشركين والملحدين وبيان اصل الفساد. انا قرأت تقريبا 400 صفحة يتكلم عن الفلسفة ويتكلم عن حتى فلسفة هذا الزمان والاشياء كتاب، وعنده دروس جميلة هذا الاخ ابو الفداء حسين بن مسعود وفقه الله. المشكلة لما تقرا انا حاولت اقرا كتاب ابن تيمية حاولت افهمه صح بس مرت عليه عبارات ما فهمت. لا انسى ابن تيميه اكتب انت الان لابد من التدريج. هذا الحمد لله عنده دروس ما شاء الله محاضرات بالعربي الحمد لله يبين. والله انصح انا انصح الاخوه كلهم يستمعون الاخ ما شاء الله اخ على عقيده سلفيه من السلف الحمد لله والقران والسنه. لان انت الحين تقول انك ان انت كشخص سلفي صح ولا لا؟ انا الحمد لله سلفي نعم. انا من فين الكتاب والسنه دليل على ان لازم يكون كسب في حلف السلف؟ القران والسنه دليل مثلا سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام قال ستفترق امتي على 73 فرقه، طيب كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وكذلك في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث أو الحديثان هذان الحديثان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الأمة ستفترق ولم يقل كلها في الجنة، قال كلها في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة اسمها فرقة طائفة. ويبين هذا المعنى حديث البخاري ومسلم لا تزال طائفة، ما قال النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي كلها ما أخي تعلمنا لا تزال أمتي كلها الحق، قال طائفة من أمتي. كذلك الحديث عن العرباض بن سارية النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. من قبلها إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ دقيقة دقيقة أخي دقيقة يا أبا إيش أبا إيش أنت أبو إيش؟ أنا أبو محمد. حي الله أبو حي الله أبا محمد. أنا أبو عائشة. أخي أبو محمد بارك الله فيك. أنا أقول لك الآن فهذه فرقة ما هي طائفة؟ هذه الطائفة يا أخي doesn't want to be recorded so you can come this side. بارك الله فيك. So طائفة which is because everyone's recorded. No أخي everyone's not recording him brother. The طائفة here is following what اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. فيقول أهل السنة جماعة. وفي الحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة أنا خير سلف أنا لك خير سلف. قال أبو المذفر السمعاني رحمه الله هو في القرن الخامس هجري أظن كتاب الأنساب اليمني نعم إيش يقول في كتاب الأنساب ويقول السلفي قال السلفي الذي ينتسب إلى مذهب السلف الصالح وهم الصحابة والتابعين أتباع التابعين. قال ابن عثيمين هذا الكلام لا ابن عثيمين رحمه تعالى أولا ابن عثيمين هو ذكر عن فرقة هذه فرقة جعلت السلفية الاسم وحده تجعل في الولاء والبراء. مثلا يأتينا شخص شيعي الآن وأنت تقول سلفي وأنا أقول سلفي، فالشيعي يأتي الآن حتى ولو الحق معه أنا لا أقبله. لماذا؟ لأنه لا يقول هو سلفي وأنت تقول سلفي. فالشيخ عثيمين يحذر من هذه الطريقة، هذه تحزب الآن أصبح تحزب. نحن نتبع السلف فهم الصحابة ونهج السلف، ولكن ليس هناك حزب صح كلامي ولا لا؟ ليس هناك حزب يجب أن يسمى بحزب السلف. لا بارك الله أنا قلت لك لا ليس هكذا في كلامي. هو ذكر حتى كان مع هذه في القاسم مع الشيخ ربيع والشيخ ربيع صحح المعلومة. كثير من الناس لم يسمع الشريط كله. هذه الكليب مأخوذ من شريط طويل مع الشيخ ربيع والشيخ ربيع صح له. فقال يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير السلفية فرقة. فالشيخ عثيمين يقول من هي الطائفة المنصورة؟ قال أشاعرة. قالوا لا. قال السلفية. قالوا نعم. قال نعم كيف يقول لك في السلفية الآن؟ والشيخ بن باز والشيخ فوزان يقول في السلفية، والشيخ عيسى بن تيمية عفوا يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وقال أنا سلفي بل يجب القبول منه ذلك بالإجماع. ايه لكن لما سئل فوزان حفظه الله امين عن هذا الشخص وهذا الشخص قال من يتبع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوه لا تنقطعوا بلا عفوا لا يقول سلفي. شوف فوزان يقول كذلك سالوه هل اقول سلفي؟ قال نعم قول سلفي. لكن العلماء يحذرون ما ايش بارك الله فيك ابو محمد يحذرون من التحزب على الاسم. هل بعد الناس سلفي بعد خلاص لا اخي ما الانسان اذا كلمه معه الحق حتى ولو لم يكن من السلفيين لابد تقبل الحق، لا تجعل التحزب على الاسم. فهمتني انت؟ ايه
هذا النقطة. لا نحن موافقين هذا، هذا العلماء موافقين هذا هو تفضل. لأن المشكلة هذا يفرق ما بين إيش المشكلة؟ المشكلة هذا يفرق ما بين يجعل المسلمين إلى فرق. أنا رأيي الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال طائفة لم يقل الأمة كلها. بارك الله فيك محمد.